جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم رأيكم في الصلاة ورأي إمام يحدث بدعا في الصلاة وفي الدعاء وغير ذلك بعد الصلاة، مثل التزامه للدعاء بعد صلاة العصر دائما وباستمرار، والتزامه لدعاء القنوت في صلاة الصبح، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يناصح ويبين له أن هذه الصفات والأذكار بهذه الصفة غير واردة، وأن الواجب عليه تركها. فإن امتثل وعمل بالسنة الحمد لله، وإن لم يمتثل فإنه يسعى في استبداله بإمام يعمل بالسنة، يسعى في استبداله بإمام يعمل بالسنة. أما إذا صلى خلفه وهو ليس عنده من البدع إلا ما ذكره السائل، فالصلاة خلفه صحيحة والحمد لله، ولو كان يقنت في صلاة الفجر، ولو كان يستعمل أذكارا بعد الصلاة على صفة غير واردة، هذه بدع نعم، ولكن لا تصل إلى حد بطلان الصلاة، يصلي خلفه والحمد لله.